ورحمة الله وبركاته. حبايبي جونيور 3 عاملين ايه؟ طبعا زي ما قلنا لكم في الفيديوهات اللي فاتت هنعمل نفس الكلام. اول ما هبعت لك ان شاء الله اللينك هتدخل عليه هيظهر قدامك الصفحة دي. انا اول ما هبعت اللينك وهتدوس عليه هيظهر قدامك الصفحة دي. اتفقنا هنعمل ايه؟ هنكتب عند النيم اسمي ثلاثي، يبقى انا هكتب اسمي ثلاثي، وعند النمبر ده انا هكتب الكلاس بتاعي. يعني انا الاسم مثلا ثلاثي، هكتب مثلا اسمي شيماء مثلا محمود، تمام، وهكتب جونيور مثلا جونيور 3A. يبقى انا كتبت اسمي ثلاثي وكتبت الايه الكلاس بتاعي، وهروح دايسه دخول. تمام، زي ما انتوا ظاهر قدامكم هروح دايسه على تيك تيست. دوست عليه، هدوس على فوق كده، كده انا الامتحان ايه هيظهر قدامي. ظهر الامتحان اهو قدامي. صعب كده؟ يبقى انا عرفت ان انا اول حاجه اول ما ابعت اللينك وهدوس عليه هيظهر تكتب اسمك الثلاثي والكلاس بتاعك، اسمك الثلاثي والكلاس بتاعك. خلاص جميل، هتروح داخل عليه، ظهر قدامك تيك تيست، هتدخل تدوس على المربع فوق توصيل. خلاص انت كده وصلت لصفحه الامتحان، مفيش اي حاجه، خلاص الموضوع بقى سهل جدا. هبدا يلا نحل الامتحان مع بعض. قال لي القيمه المكانيه للرقم 5 في العدد 54316. القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 54316. قيمة مكانية يبقى هو عايز كلمات. قيمة مكانية مكان، كلمات، أحياد، عشرات، مئات، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، وهكذا. طيب هو رقم الخمسة موجود فين؟ آخر حاجة عندي اللي هي إيه دي؟ طب يلا نقولهم مع بعض كده بالترتيب، أحياد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف. يبقى رقم خمسة القيمة المكانية بتاعته هي عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. يعني الاختيار الأول ولا التاني ولا التالت؟ برافو عليكم، الاختيار التاني. هدوس على رقم اتنين وهدوس إيه؟ نيكست. هيظهر السؤال اللي بعده. 5 متر بتساوي كام سنتيمتر؟ احنا قلنا المتر بيساوي 100 سنتيمتر، المتر بيساوي 100 سنتيمتر، المتر بيساوي 100 سنتيمتر. يبقى ال 5 متر بتساوي 500 سنتيمتر، 5 متر بتساوي 500 سنتيمتر، 5 متر بتساوي 500 سنتيمتر. يعني الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الاختيار الثالث. دوست على رقم 3 وادوس نيكست. وادوس نيكست. طيب ظهر لي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث. المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو اتفقنا قلنا المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو ايه؟ المضاعف المشترك، وركزوا في الكلام، انا قلت المضاعف المشترك مش العامل، المضاعف المشترك. المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو الصفر. انا دايما في كل الاعداد بكتب 0 2 4 0 3 6 وهكذا. يبقى المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو الصفر. يبقى الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الاختيار الثاني. وادوس نيكست. طب يا ميس انا اتلخبطت، انا اتلخبطت، عايز ارجع واصلح الغلط اللي انا عملته. هدوس عند المربع اهو اللي جنب النيكست، رجع لي تاني السؤال، احله لو انا عامله غلط احله صح، وادوس تاني نيكست وارجع للسؤال. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي 35 100، 35 100 بتساوي. دايما في المسائل دي قلنا انا بكتب الرقم واشطب على الكلمه اللي عندي واعوض عنها بالاصفار. يبقى نشطب على الكلمه واعوض عنها بالاصفار. لو احاد قلنا الاحاد بتنزل زي ما هي. العشرات بعوض بدل كلمه العشرات اكتب صفر. المئات صفرين. الالاف ثلاث اصفار. طيب 35 100 يبقى 100 بدلها كام صفر؟ صفرين. يبقى 35 جنبها صفرين. يعني الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ برافو عليكم، الاختيار الثالث الثاني، الاختيار الثاني اللي هو 3500. وادوس نيكست. ظهر لي السؤال اللي بعده، العدد السابق للعدد 800. السابق يعني اللي قبله، السابق يعني اللي قبله، السابق يعني اللي قبله. طيب العدد السابق للعدد 800 قبل ال 800 كام؟ 799. يعني الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث يا ميس؟ الاختيار الايه يا الثاني. ادوس على الاختيار الثاني كده. خلاص بصوا ظهرت عندي ازرق كده اهو، راح دايسه نيكست. ظهر السؤال اللي بعده، قال لي 90 ملي متر. قلنا ملي متر وسنتيمتر انا هشيل الصفر، الملي متر والسنتيمتر انا بشيل صفر. يبقى 90 ملي متر بتساوي كام سنتيمتر؟ بتساوي لما نشيل الصفر 9 سنتيمتر. يبقى الاختيار برافو عليكم الاول. يبقى دوس عند الواحد كده وادوس نيكست. ظهر لي السؤال اللي بعده، 4 زائد 4 زائد 4، 4 في 4 ولا 4 في 5 ولا 4 في 3؟ هو هنا عايزني اعمل ايه؟ قال لي الاختيار
اختار اني واحدة فيهم، هشوف الاربعة متكررة كم مرة. تعالوا نشوفها كده، واحد اتنين تلاتة، يبقى الاربعة اتكررت كم مرة؟ تلاتة. يعني الاربعة ضربت في الكام؟ في التلاتة. يبقى اربعة زائد اربعة زائد اربعة بتساوي اربعة في تلاتة، اللي هو الاختيار التالت. ادوس عليها، دوسنا عليها خلاص، دوس نيكست. العدد التالي للعدد 999، ها العدد التالي يعني اللي بعده، العدد التالي يعني اللي بعده، بعد 999 ها 1000، الاختيار التاني، ودوس نيكست. تقدير العدد 358، وناخد بالنا كويس قوي من كلمة تقدير وكلمة ايه؟ تقريب. التقدير غير التقريب. التقدير هشوف الرقم، عندي الرقم مكون من 3 ارقام، هاخد الرقم اللي موجود في المئات، اخر رقم اللي هو 3، واشيل الرقمين اللي قدامه واحط بدلهم صفرين. صعبة دي؟ يبقى انا هاخد اخر رقم جه عندي، هاخد اخر رقم جه عندي اللي هو ايه؟ اخر رقم احد عشرات، هنا مئات، يعني اخر رقم كام؟ اللي هو 3. هبص بقى على اللي جنبه، لا مش هبص على اللي جنبه، هشيل الرقمين اللي جنبه واحط بدلهم صفرين. يبقى تقدير العدد 358 هو كام؟ 300. 3 وجنبها صفرين تبقى 300. يعني الاختيار الاول ولا التاني ولا التالت؟ الاختيار التالت، التاني، الاختيار التاني. دوست على رقم 2، ادوس نيكست. اللتر والملي لتر، قلنا اللتر بيساوي 1000 ملي لتر، يبقى اللتر بيساوي 1000 ملي لتر، يبقى 9 لتر بتساوي 9000 ملي لتر. الاختيار رقم كام؟ الاول ولا التاني ولا التالت؟ برافو عليكم، الاختيار التالت. دوست على رقم 3، ادوس نيكست، هيجي لي السؤال اللي بعده. طب يا ميس اتلخبطت تاني، انا اتلخبطت بقولها لكم، اتلخبطت، عايز اصلح الغلط اللي انا عملته، هدوس على المربع اللي جنب النيكست اهو، رجع لي السؤال اللي انا كنت لسه عنده، هحله واصلحه وادوس على نيكست تاني. اكبر عدد مكون من 5 ارقام هو، بص بقى هنا، هو قال لي اكبر عدد مكون من 5 ارقام هو وسكت، صح؟ يبقى انا هكتب له الارقام اللي هي شبه بعض. صعب كده؟ يبقى اكبر عدد مكون من 5 ارقام، هو اكبر رقم عندي 9، يبقى 5 ارقام يبقى 5 تسعات، يعني 99999، 99999 يعني الاختيار الثاني. طب لو قال لي اكبر عدد مكون من 5 ارقام مختلفة، يبقى ساعتها هختار الاختيار الاول اللي هو ايه؟ 98765. لكن طالما ما قاليش لا مختلفة ولا متشابهة، يبقى انا هكتب له 99999، يعني 5 تسعات. صعب الكلام ده؟ خلصنا واخترنا الاختيار التاني، هدوس على نيكست. قيمة الرقم 3 في العدد 4375، قيمة الرقم 3 في العدد 4375. بص انا بقراها قلت ايه؟ 4375. يبقى تاني قيمة الرقم 3 زي ما بقراها زي ما هكتبها، يعني انا دلوقتي قلت ايه؟ 4375. بص انا قريتها ازاي؟ 4300 375. يبقى قيمة الرقم 3 كام؟ 300، عشان موجودة فين؟ في المئات. يبقى اختيار التالت، ودوس على نيكست. محيط اي مضلع، اي مضلع عندي محيطه ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. يبقى محيط اي مضلع مجموع اطوال اضلاعه، اللي هو الاختيار الاول. هعمل ايه؟ هدوس على رقم 1. دوست على رقم 1 جونيور 3، هدوس على النيكست. قال لي 0 على 100، احنا قلنا الصفر بيعمل ايه؟ صفر ايه؟ مسيطر. الصفر مسيطر على كل حاجة، يعني الصفر في الضرب والاسم هو اللي مسيطر، يعني محدش بيقدر عليه، يبقى هو هيفضل صفر زي ما هو، محدش هيغيره. يبقى الصفر مسيطر على كل ايه؟ الضرب والاسم، محدش هيعرف يغيره. يبقى 0 على 100 هي الصفر، يعني 0 على 100 صفر، 0 على 100 صفر، اللي هو الاختيار رقم 2، وادوس على نيكست. قال لي 128 في الواحد، قلنا اي حاجة في واحد بتنزل زي ما هي، يبقى اي حاجة في واحد بتنزل زي ما هي، الواحد ده ما بيعملش حاجة، الرقم بينزل زي ما هو. يبقى 128 في الواحد بتساوي كام؟ 128 برضو، هي ال 128، يعني الاختيار رقم 1 ولا 2 ولا 3؟ الاختيار رقم 2. خلاص دوست على رقم 2 ومتأكد من اجابتي، نيكست. يا ميس اتلخبطت، هدوس على المربع اللي جنب النيكست، هيرجع لي تاني السؤال واصلح غلطي. طيب هنا بقى قال لي 3286 لاقرب 100، 3286 لاقرب 100. هنا بقى عندي تقريب، قال لي 100 يا ميس، يبقى انا هبص على المئات، هروح عند المئات واقف، هبص عند المئات واقف، احد عشرات مئات، المئات اللي هي رقم كام؟ 2. طيب انا هقف عند الاثنين،
هشوف جنب الاتنين دي الرقم اللي جه قبلها هل هو رقم كريم ولا رقم بخيل. لو رقم كريم هو هيزود للرقم اللي هو الاتنين دي هزود لها واحد. طب لو بخيل مش هيديها اي حاجة وهتفضل زي ما هي. طب الارقام البخيلة فاكرينها 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 دي الارقام الايه البخيلة. طب الارقام الكريمة 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 يبقى البخيلة الارقام البخيلة 0 1 2 3 4. طب يا ميس الأرقام الكريمة 5 6 7 8 9. طب هو رقم الثمانية ده من الأرقام الكريمة ولا الأرقام البخيلة؟ برافو عليكم من الأرقام الكريمة. طالما هو رقم كريم هيدي اللي جنبه واحد يعني الاثنين هتبقى تلاتة. وحط بدل الرقمين دول ايه؟ صفرين. هحط بدل الرقمين دول صفرين خلاص. يبقى انا هكتب الاصفار واشوف الاثنين تبقى تلاتة يعني هتبقى ايه 3300. 3300 اللي هو الاختيار الاول. خلاص دوست عليه ندوس نيكس. ظهر لي السؤال اللي بعدي. طيب من عوامل العدد 20 فاكرين عوامل العدد؟ حاصل ضرب الاعداد يعني مين فيهم بيديني 20 من عوامل العدد. قلنا عوامل العدد اللي هو حاصل ضرب الاعداد حاصل ضرب ايه عددين. طيب عوامل العدد 20 3 في 4 ولا 4 في 5 ولا 2 في 8 مين اللي الناتج بتاعه هيبقى 20. 3 في 4 ب 12 يبقى مش هي دي. 4 في 5 ب 20 هي دي يا ميس. يبقى من عوامل العدد 20 هو 4 في 5. دوس على رقم 2 ودوس نيكست. من مضاعفات العدد 3 فاكرين المضاعفات؟ انا بقفز 3 يبقى انا بقفز 3 او جدول ضرب 3 زي ما بيقول صح كده. طيب بقفز 3 يبقى هقول المضاعفات 0 3 6 9 12. مين في دول؟ برافو عليكم التسعة اللي هي رقم 2 دوس عليها. يبقى مضاعفات العدد 3 انا بقفز 3 مضاعفات العدد 2 انا بقفز 2 مضاعفات العدد 4 بقفز 4. خلاص افتكر المضاعفات انا بقفز بنط. قال لي العدد 3 انا ببتدي قلنا المضاعف المشترك اللي هو الصفر هقول 0 3. طب لما نط 3 كمان هيبقى 6 3 كمان 9 3 كمان 12 حاجه ظهرت قدامي من الاختيارات. برافو عليكم التسعة. يبقى مضاعفات العدد 3 اللي هي ايه التسعة. وبعدين حاجة تانية ما ينفعش يكون عدد زوجي يعني العدد 3 ده عدد فردي فهو ايه 3 6 9 12 صح كده. يبقى 26 دي لا معلش سوري 26 دي ما تنفعش عشان مش من ضمن المضاعفات. والاربعة هو العدد 3 مش هينفع يبقى هي التسعة مش زوجي وفردي سوري معلش. يبقى مضاعفات العدد 3 هي ايه بقفز 3 بقت 9 ودوس على النكست. 3 في 40 نفس اللي احنا قلناه. قلنا ايه؟ عندي الضرب بنزل الاصفار الاول حاصل الضرب بنزل الاصفار الاول انا نزلت الصفر. 3 في 4 بكام؟ 3 في 4 ب 12 وانا حاطه صفر يبقى ال 12 قدامها الصفر يبقى 120. يبقى 3 في 40 بتساوي 120 الاختيار الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الاختيار الثالث. وادوس نيكست. صعبه؟ اخر سؤال عندي قال لي 6000 ناقص 1329 الاصفار. الاصفار احنا عارفين نحلها ازاي. طالما لقيت اصفار اخر رقم اخليه انقصه واحد يعني 6 دي تبقى 5 والصفرين 9 و9 ودي بقى 10. 10 ناقص 9 1 9 ناقص 2 7 9 ناقص 9 ناقص 3 6 6 ناقص 1 5 يعني الناتج اصبح 5671. انهي اختيار يا ميس؟ رقم 2. انا كده خلصت الامتحان. برضو تاني هرجع عندي اهو المربع اللي قدامي ده هدوس عليه لو انا عندي غلطات. طب انا خلصت الامتحان خلاص كده اطلع؟ لا طبعا ما ينفعش ان انت تطلع انت كده كانك ما عملتش اي حاجه. اهم خطوه اهم خطوه اهم خطوه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي شايفين المربع اهو المستطيل اللي فوق مكتوب جواه سبميت اهو هدخل فيه بليزويت اهو مستنيين اهو النتيجه بتاعتي لازم ادوس عليه. ظهر قدامي اهو الاختبار اسمي والجونيور بتاعي اهو التوتال كويتش انا عندي 20 الرايت انا حله كله صح 20 السكور كام 20 وادي كمان الاجابات اهي تصحيح الاجابات. يبقى انا كده خلصت. هتعملوا ايه يا جونيور 3؟ هروح خلصت هجيب كده الصفحه دي واخدها سكرين شوت وابعتها زي ما اتفقنا ويبقى كده خلصنا. في حد كده اي حاجه مش مفهومه؟ اظن احنا وضحنا كل حاجه كده في فيديو. اول حاجه هكتب اسمي الثلاثي والكلاس بتاعي. دخلت خلاص على الامتحان هبدا احل حاجه اتلخبطت فيها المربع اللي جنب النكست هدوس عليه هيرجع لي واصلح غلطي.
اخر خطوه واهم خطوه ان انا لازم ادوس على المربع المستطيل اللي فوق، هدوس عليه هيظهر لي النتيجه بتاعتي، هاخدها سكرين وابعتها للميس ان شاء الله. وبالتوفيق بامر الله، ربنا معاكوا يا جونيور سليم.